هذا سائل يقول: بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب، يقول: أكثرهم من أصول مسلمة، وللأسف الشديد كثير من آباء هؤلاء يريدون الإقامة والاستمرار في تلك البلاد الكافرة. سؤاله: الذي يريد الهجرة من دار الكفر كيف يجمع بين حفظ دينه وأولاده وبين بره لوالديه هناك؟ الدين ما في محاباة، وإن جاهداك، يعني الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في ذلك، ولا تطعهما في الانحراف عن الدين، لكن تبر بهما وتحسن إليهما. أما مسألة طاعتهم في معصية الله أي لا تجوز. نعم. ويقول حفظك الله: وهل لي أن أهاجر وأترك والدي فرارا بديني؟ نعم، هاجر، ولكن تحسن إلى والديك، تراسلهم، تكتب لهم، تساعدهم، ترسل لهم مساعدات، تزورهم في فترات، لا تقطع الصلة بهم. نعم نعم.